ما يصير عيب واحد والله اسود انا Thank you.
سيدي من هناك مسيطر تشوفها مراسم حبيبي اسحاق تسبوا عليك وعليك سيدي الانتظار شو جمع المراسل كم مرة ضربنا بالبرام
اليوم واجهنا نمر معنا سيطروا على هذه المنطقة بأقصى سرعة البلدوزر ويا عجلة عقم مؤخر كرت الوصل لحد فوج المثنى ومنها كرات فراسي حول باتجاه مقدم ركن مهندس. يعني شويه طبيعه كان تحت المعضله وكان العدوى ايضا مخلي خط صد. نحن واقفين الان في نهايه حي المامون وبدايه حي الشهداء حيث استطاع ابطال جهاز مكافحه الارهاب صباح هذا اليوم من الدخول الى حي الشهداء والان هناك اشتباكات وخلال الساعات القريبه القادمه سيتم تطهير حي الشهداء والعمال وتل الرمان ان شاء الله. صباح هذا اليوم توغلت قطعاتنا باتجاه تل الرمان الحمد لله والشكر تمكنا من تحقيق موطئ قدم داخل هذا الحي وكذلك الاتجاه باتجاه حي الشهداء. خلال التقدم كان هناك العديد من الخنادق والسواتر استفاد منها العدو وكذلك وجود الطائرات الارضيه وعززها بالعديد من الخنادق الاخرى لغرض اعاقه تقدم القطعات، لكن الحمد لله والشكر بفضل الجهد الهندسي المتواجد مع القطعات تمكننا من فتح هذه الثغرات وفتح هذه العبوات والتقدم باتجاه القوه. كان العائق الاكبر هو وجود العديد من المدنيين في خط الصد للعدو الذي اتخذ منهم كدروع بشريه، لكن الحمد لله والشكر تمكننا من فتح ممر امن واخراج هذه العوائل بدون اي اصابات تذكر. حاليا احنا حققنا موطئ في تل الرمان والتقدم لا زال مستمر. تعالوا بكتاب تعالوا بكتاب